حمزة، دعني أتوجه بالسؤال إلى الدكتور محمد. إذ ما أردنا أن نعود بتغريدة السيد الصدر أمس، ذكر فيها وبالحرف الواحد أكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيق للتحالف مع الكتلة الصدرية. هنا بلا شك كان يقصد المالكي بأنه لا أريد، وهذه هذا سيناريو ما عدم انضمام المالكي لنا باستثناء الأمور هذه. فهذا ما لا يرضاه الإطار. الإطار يريد الدخول بكافة أعضائه مع التيار، والتيار لا يقبل. بعد ايش سوينا؟ يعني هذه هي العقدة اللي كان في بداية إعلان نتائج انتخابات والتوجه نحو يعني تكوين الإعلان عن الكتلة الأكبر، كان هو موضوع يراهن الطرفين على موضوع أنه تفتيت التحالفات أو المتقاربين من حيث وجهات النظر. كان الكتلة الصدرية تراهن على يعني دعوة قسم من الإطار التنسيقي باستثناء جهات واحدة، لكن هذا الموضوع جربوه خلال هذه الأشهر الماضية ولم ينجحوا في هذا الإطار إلا إذا حصلت ربما متغيرات. يعني نحن لا نقول أنه الجميع هم يقبلوا أن يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم. نحن في فراغ دستوري خارج إطار التغطية النصوص الدستورية، العملية السياسية متجهة ربما إلى طريق مجهول لا سمح الله. ربما سوف يكون هناك نوع من التوجه ربما من بشكل منفرد فرادة من الإطار التنسيقي يتجه باتجاه الكتلة الجديدة. يعني أعتقد هذا الموضوع سوف يكون قابل للتطبيق بعد انضمام غالبية من يراهن عليهم التيار الصدري من المستقلين. يعني لا نقول أنه جميع المستقلين، ممكن أن يكونوا إلى جانب التحالف الثلاثي على اعتبار أنه خلفيات أغلبهم أو ربما القسم الأكبر منهم هم غير واضحة لحد الآن، أو قسم منهم هم محسوبين على الإطار التنسيق، بالتالي لا يمكن أن نراهن على انضمام جميع المستقلين للتحالف الثلاثي. ولكن إن جاء أغلبية المستقلين اللي هم 40 ممكن أن ينضموا إليهم جهات أخرى يعني منضوية تحت الإطار التنسيقي. هم يعتقد أنه السيد الصدر هم قريبين من توجه التحالف الثلاثي، يراهن على يعني وطنيتهم، حبهم للوطن، ممكن يكونوا عامل داعم لتشكيل الكتلة الأكبر التي سوف ترشح رئيس الوزراء. هذه العوامل أنا أعتقد أنه خلال هذه فترة 35 يوم اللي مضت يعني غابت عن التداول السياسي سواء كان في أروقة الاجتماعات أو حتى في مجال الإعلام. مع قرب انتهاء الفترة حصلت عملية، يعني عملية متوقعة أنه اليوم أمام مهلة سياسية ليست دستورية طبعا، طيب. تكاد تكون أن تنتهي، وبالتالي يجب أن تتحرك. فكانت المبادرتين، وربما سوف تلحقها مبادرة ثالثة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي لتحريك المياه الراكدة. ولكن هل بالضرورة أنه ستنتح إحدى هذه المبادرات؟ أنا أعتقد لا، ربما التوافق بمجمل هذه المبادرات سوف نصل إلى نتيجة. أما تقول لي أنه حكومة أغلبية سياسية وواضحة المعالم، أنا أعتقد أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بتفعيل فقرة ثلثي أعضاء مجلس النواب أنه لن نكون أمام حكومة أغلبية سياسية خالصة 100%. طيب.